الاهلي ونقول لحضرتك الف شكر على مسيرتك الرائعه في الملاعب. ربنا يبارك فيكم، متشكرين جدا على جهدكم وتعبكم ومنوريننا النهارده. ربنا يخليك. تسمح لي برضه حضرتك يعني تمضي لنا على تيشيرت النادي الاهلي عشان دي يعني تبقى معانا لبرنامجنا رد الجميل، تبقى ذكريات حلوه. رد الجميل كتير مهما عملنا قليل، وموجب يوم اللي فيه ليكون رد الجميل.